بسم الله الرحمن الرحيم. نرحب بالدكتورة دعوة الأحدب في مادة الأسس النفسية للتنمية الشخصية الإيجابية في المحاضرة الدافعية ومحدداتها. تفضلي دكتورة، حياك الله وبياك، تفضلي. السلام عليكم، بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا. اليوم إن شاء الله حنكمل بقية محاور إدارة الضغوط، وإن شاء الله بنقدر ندخل بالدافعية. بنظرة سريعة رح عفوا بس أنا شارككم، نفتح المشاركة لعرض الباوربوينت. أنا يمكن نعمل مثل مراجعة سريعة. لحظة، نحن تكلمنا بهذا المحور عن إدارة الضغوط وتعريف الضغوط النفسية، وعرفناها تعريف سريع: حالة تحدث عندما يواجه الأفراد، مثل ما أن حالة بمعنى أنها مؤقتة وليست صفة وليست سمة معينة وإنما حالة، عندما تحدث عندما يواجه الأفراد أحداثا يدركونها على أنها تهدد وجودهم النفسي والجسمي، ويكونون غير متأكدين من قدرتهم على التعامل مع هذه الأحداث. فمن هون تنشأ الضغوط النفسية ويكون لها نتائجها، وتكلمنا عن مصادرها، مصادر عامة ومصادر خاصة، وتكلمنا عن بعض المصادر العامة مثل الحروب والضغوط السياسية والضغوط الثقافية والاجتماعية، الكوارث الطبيعية، الظروف الفيزيائية، الضغوط العامة في مجال العمل. وتكلمنا عن الضغوط الفردية، منها الضغوط الشخصية الداخلية والضغوط الأسرية والاجتماعية والضغوط بسبب العمل. الآن نأتي إلى المحور الذي بعده. بعد ما كانت المحاضرة السابقة هي عبارة عن تعريف عن تكوين الضغوطات النفسية، الآن رح نتكلم عن محدداتها، رح نتكلم عن طريقة كيف نمنعها، كيف نقوم بالخطوات التي تمر بها عادة عملية إدارة الضغوط النفسية، محددات المواجهة الفعالة للضغوط النفسية اليوم إن شاء الله سنتكلم عنها، هاديات إرشادية عامة لإدارة الضغوط النفسية، والبرامج والأساليب لإدارة الضغوط النفسية. اليوم بإذن الله هذا موضوعنا بالجلسة اليوم. طيب خلينا نحكي أولاً عن محددات الضغوط النفسية، بمعنى أن عادة يعني نمر بشكل عام بعدد من الأحداث التي تكون ضاغطة بالأمور يعني بشكل طبيعي لكن بدرجات متفاوتة. يعني الانتقال من مدرسة لمدرسة يعتبر نوع من الضغط، السفر نوع من الضغط، الزواج نوع من الضغط. فإذا هو أي عمل يقوم فيه الإنسان يورث نوع من الضغط، من يدركها الشخص نفسه وبطريقة متفاوتة. يعني نفس الحدث قد يكون على الإنسان يعني ضغط خفيف، نفس بمكوناته نفس الضغط نفس الحدث قد يكون على آخر بشكل قوي. فإذا في عنا عدة محددات. أول شيء نوع الحدث، نوع الحدث بمعنى أنه إذا كان حدث أصلاً مستعد له غير حدث مفاجئ. يعني أنا بعرف أنه عندي انتقال أو عندي دخول جامعة أو عندي قرض بنك بدي وفي، غير وقت اللي فجأة أضطر إلى أن أستدين مبلغ من المال.
نوع الحدث يحدد إنه هل هو ضاغط أو لا. يعني مجرد الإحساس بأني أنا متحكم، مجرد الإحساس بأني أنا يعني ممكن نخلينا بهالطريقة هاي. هلأ في أحداث، حدث سلبي واحد، أنا عم بحكي معكم سبحان الله تشتتت لأنه دخل ابني على الغرفة. في نوع الأحداث، في أحداث سلبية وأحداث إيجابية. فنوع الحدث هو اللي بيحدد كمية الضغط. يعني مثلا الزواج حدث إيجابي لكن يسبب ضغط لكنه إيجابي، هل نفس الضغط بشكله مثلا وفاة عزيز؟ هذا سلبي وهذا إيجابي، اثنيناتهم عم شكله نوع من الضغط، لكن كونه إيجابي كان أقل حدة من الحدث السلبي. فمثلا من الأمور اللي مثلا انتقال إلى منزل جديد، هذا يشكل ضغط عملية الانتقال، لكن لأن إيجابية تكون أخف من أنه أجبرت على ترك هذا المنزل. فالكون الحدث إيجابي أو سلبي هذا نوع من يحدد نوع الضغط. ثاني شيء درجة التحكم، بمعنى أنه إذا أنا حاسس أنه عندي قدرة على تحكم بهذا الشيء، مثلا استبق، عندي قدرة على استباق الأمور والتحكم فيها، بمعنى أنه إذا بعرف نفسي إذا تعبت من هذا الموضوع عندي قدرة على الانسحاب. ممكن مثلا دخلت أنا بمسابقة حفظ قرآن كريم، لكن أنا بعرف أنه أنا عندي قدرة على الانسحاب في حال ما ما استطعت، غير وقت اللي أنا بعرف إنه لا أنا ما عندي قدرة على التحكم فيه. مثلا ألزمت نفسي بدراسة جامعية وفي إلى اختبارات وإلى ممنوع الانسحاب، أو مثلا عند ممكن عندك فرصة للاعتذار، فرصة فرصتين فقط لا غير. فإذا درجة التحكم بتحدد لي نوع الضغط نفسه، هل عندي قدرة على الانسحاب أو إدارته ولا ما عندي قدرة عليه. من الأمور الأخرى اللي بتحدد الضغط وكميته هي غموض أو وضوح الحدث، درجة غموض أو وضوح الحدث، بمعنى خاصة هي منشوفها بالعمل، إنه وقت اللي مديرك عم يعطيك إرشادات أو معايير، عندك معايير تمشي وفق المعايير، أما وقت اللي بعمل هاي الشغلة اعملي هاي الشغلة، وقت اللي عم تقلك اعملي هاي الشغلة وهي ما أنت مانك عارفانة طب شو معايرة، أو مثلا ممكن عندك أكثر من رئيس وفي تضارب بالآراء بين آراء الرؤساء، فواحد بيقول عمليها بهالطريقة الفلانية، بيجي الآخر لا 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 غيري، لا لا نحن ما هيك بنعملها، بنعملها بالطريقة الفلانية. فهذا التضارب، فقدان البوصلة ما واضح بالنسبة لي نوع العمل أو نوع الشخصية اللي عم بتعامل معاها، أو ما عندي يسموها خريطة أو كتالوج امشي عليه، فهذا بيسبب ضغط شديد، وخاصة بالشخصيات اللي المتقلبة اللي بتتعامل عادة مع شخصيات متقلبة. أول شيء بتطلب منك مثلا الزوج مزاجي شوي، بيطلب هالشيء وبعدين بعد ما تعملي لا، فبتحسي نفسك دائما عم تعملي شيء ومتوقعة انه في تغيير، فهذا يشكل نوع من الضغط. يعني مثلا الان في اذن بس انا لا استبعد ابدا ابدا انه مثلا بعد ما اعطاني الاذن بشراء مثلا سيارة او شراء حذاء، ممكن بعد ما اجيبه على البيت اللي يعني أنا كنت بحالة، أنت سألتيني بحالة كنت بضطر إلك فيها نعم لكن الآن لا. فهذا بيعطي نوع من الضغط، بتحسي صحيح بتقومي بالعمل لكن غير مرتاحة، فهذا من المحددات الضغط. من الأشياء اللي بتأثر فيها أو بتحدد نوع الضغط الواقع عليك، كمية الأعباء اللي محملة حالك فيها. يعني أم اللي عندها 4-5 أولاد
وبديانة بدراسة أونلاين وعم تحفظ قرآن وقائمة بأعمال المنزل كاملة ربة أسرة، غير اللي مثلا عندها أولادها كبروا وراحت التزمت بدراسة أونلاين، فهل أنا بقدر ساوي بين هدول؟ لا طبعا، صاحبين الأعباء الكثيرة عليهم ضغوط أكثر من صاحبات الأعباء الأقل. من الأشياء محددات الضغوط هي مجالات الحياة، مجالات الحياة اللي عم تشتغلي فيها أنت نوعا، مثلا وقت اللي أنت عم تشتغلي بمجال رئيسي كأم مثلا، مجالك الرئيسي هو الاهتمام بالأطفال، فإذا في حال مثلا قصرتي بأطفالك، مثلا ابنك طلع عنده أذى من نوع معين مثلا، ضعف بصر وأنت ما كنتي منتبهة لهذا الموضوع نتيجة انشغالك، غير هذا بشكل ضغط شديد عليك أنت كأم لأنه ابنك شيء أساسي، غير وقت الضغط اللي ممكن أنه مجال ثانوي، انه مثلا راح على ابنك درس النشاط مثلا في رحله وما قال لك عليها، او انت نتيجه انشغالاتك راحت عليك، ف بيحدد نوع الضغط هل هو اساسي بحياتك، مجال حياه اساسي ام مجال حياه فرعي. اذا مجال حياه فرعي مثل ما قلنا الرحله اللي للطفل راحت عليها تسبب ضغط وبتزعلي وكان بيودي انه تشارك لكن ما هي اساسيه، لكن وقت بكتشف انه ابني كان مفروض من سنه انا انتبه انه هو نظره ضعيف ولازمه، وقت رحت على الدكتور قال لي اوف الان جيتي متاخره، فهذا يسبب ضغط قوي. من الاشياء المتحدد نوع الضغط هل هو قوي ام غير قوي، نمط الشخصيه نفسها، بمعنى الشخصية القلقة غير الشخصية الهادئة، في عنا أنواع من الشخصيات تايب A تايب B تايب. فنوع الشخصية كتير بحدد، في شخصيات يعني بدون ضغط هي قلقة يعني بدون ضغط مضغوطة، وفي شخصيات ما شاء الله يعني مهما واجهت ومهما مر فيها فالسايكولوجية تبعها ما شاء الله على نفس التوازن، عند حالة من الاستقرار بسموه التوازن أو المرونة النفسية أو المناعة النفسية بنسميها، بحيث أنه ما يأثر فيها نفس الموقف بينما شخصية أخرى لأن ما عندها هاي المرونة النفسية ممكن تنهار، ممكن تأثر على من حولها. فإذا هاي الأمور اللي ذكرناها الستة، نوع الحدث هل هو حدث سلبي أو إيجابي، درجة تحكمك بالحدث أنت هل مخططتي له، هل في عندك قدرة على وجود مخارج تقدري تتحكمي فيه، درجة وضوح الحدث، كمية الأعباء اللي أنت حاملتيها، يعني نفس الضغط نفس إذا بفترات ممكن يمر نفس الموقف وأنا ما أنضغط فيه، وأما وقت يكون حامل أعباء أكثر رح يتأثر وإنهار أكثر، نوع مجالات الحياة ونمط الشخصية. فإذا هي من المحددات الضغوط التي تتحكم بقوة وتأثري بالضغط نفسه. نيجي لموضوع آخر هو مترتبات المترتب على الضغوط النفسية، بمعنى هلا في نحن إذا مرينا بحالة من الضغط النفسي شو بيصير فينا؟ هلا في حالات ضغط نفسي، ضغط مباشر إنه الآن أنا أقعد على ضغط نفسي معين، مثلا حالة رسوب باختبار وأنا معولة عليه كتير وفاقدة طبعا فاقدة الفرصة الثانية بتقديم اختبار، طبعا هي حالة صعبة. حالة ضغط نفسي واضح لكن في ممكن بعدها انه امرض، لكن في ضغوطات نفسية قد تكون غير مباشرة، يعني مثلا كثرة عمل اثر الى ادى الى ضغط نفسي على مثلا على موظف، ادى الى فقدان تركيزه، بالتالي هو عم يسوق ما عنده تركيز، عمل حادث سيارة، فانت بتطلعي هو حادث سيارة
هل فعلا كيف بدك توصلي مثل هي تبع ما العلاقه او ما الرابط بين تذكر تبع فلان كرتون الرابط بين بيحطوا لك الجزره والسياره فبيجيب لك رابط خيالي وهذا نفس الشيء في كثير امور نتيجة تفكريها أنه كتير بعيدة يعني شو دخل الضغط النفسي بحادث السيارة فعلا الضغط النفسي اللي أدى للشخص أنه عامل مشكلة مو مشكلة قد تكون تراكمي يعني نتيجة ضغط العمل عليه أدى إلى سرحان هو عم يسوق السيارة إلى أدى إلى حادث سير ممكن مثلا فقد القدرة على التركيز أدى إلى مثلا مثلا هلا الطلاق مثلا يعني تحسي في نتائج بس بعد طيب خلينا نحكي عليها واحدة واحدة خلي في الواضحة أو النتائج المباشرة نتائج المباشرة المترتبة عن الضغوط النفسية مثل ما قلنا في نتائج غير مباشرة سببها الضغوط النفسية وفي نتائج مباشرة خلينا نحكي عن الروابط المباشرة أول كل الأمراض ما أظن في اثنين بيناقشوا بالأمراض اللي سببها الضغوط مثل أمراض الجهاز الدوري اللي هو القلب وارتفاع الضغط الدم والدبحات الصدرية والجهاز الهضمي المعدة طبعاً ما حدا يحدث عنها الأرحة والإسهال السكري الأمراض التناسلية بتعرفوا أنه العنة اللي هي الضعف الجنسي عند الرجال وعند النساء سببه اضطراب ضغوط نفسية اضطرابات ما قبل الحيض تبع النساء اضطرابات الحيض هاي الآلام الشديدة اللي ممكن واحدة فيها تغيب عن عملها إذا عندها ارتباطات أو توقف نشاطها فهي الاضطرابات النفسية كتير إلى دور أمراض الصدر التنفس الجلدية يعني كتير كتير يعني لدرجة وحدات يعني ما مرة رحنا عند دكتور إلا أن سببه نفسي ففعلا هو في كتير رابط بين السبب النفسي والسبب والنتيجة العضوية يعني حتى السرطان من أسباب الضغط النفسي نجي لسبب ثاني من أسباب الضغط النفسي شو يترتب عليه مشكلات نفسية وسلوكية بمعنى الأمراض النفسية المعروفة اللي هي القلق الاكتئاب الغضب العدوان الإجهاد التوتر الإحساس بالأمل فقدان التركيز إحساس بالإحباط تدني النظرة للذات هاي كلها من المشكلات النفسية من الأشياء الأخرى المشكلات المرتبطة بالعمل اللي هي نتيجة الاضطرابات النفسية عدم توافق مع بيئة العمل قديش بنشوف ناس بعد ما دخلت لك ماني قدراني ادخل بجو العمل حاسة غير مرح أنا إنسانة غير مرحب فيه بسبب الضغط اللي عليها طبعا قد تؤدي الضغط اللي بالعمل قد يؤدي إلى غياب متكرر أنا غير مرتاحة انخفاض إنتاجية وبالتالي انخفاض إنتاجية غياب متكرر فصل من العمل هل هو مستبعد ولا لا تدهور العلاقات مع الزملاء يعني في كتير من اضطرابات نفسية ضغوط نفسية قد تؤثر على عملك وبالتالي قد تؤثر على إنتاجيتك أو تدني الدخل لديك من الأمور الأخرى المشكلات المرتبطة أو الانحرافات الاجتماعية هي من المترتبات أو آثار الضغوط النفسية اللي هي طبعاً أوضح شيء لها الطلاق ما بيجي فجأة يعني بنام في الزوجين بيقولوا نحن قررنا نطلق إلا بيكون نتيجة تراكمات وضغوطات مرت نحن نسميها تراكمات هي ضغط من الطرفين طرف عم يضغط على طرف آخر فأدت إلى الانفصال وبعد الطلاق مثلا من آثاره المشاجرات بين الجيران آثاره الاجتماعية دائما أصواتهم مرتفعة الإساءة للأطفال العنف ضد النساء تعاطي المخدرات انتشار الجرائم فكل هاي من مترتبات الضغوط النفسية
فإذا آثارها تقريبا بتعم الكل. طب نجي ل هاي شرحنا وقلنا كيف كم آثار الضغوط النفسية كبيرة. طيب نجي ل ندخل بقى بمرحلة كيف بدنا نحل هذا الموضوع، سواء على المستوى الشخصي أو على مستوى من حولي أو من أديرهم أو من أعولهم أو من أنا مسؤولة عنهم. نجي للفقرة اللي هي إدارة الضغوط النفسية. فإدارة تأخذ هي عادة ثلاث سمات أو ثلاث محاور أو ثلاث شو بنسميها ثلاث مواصفات. هلا هي عنا أول شيء العلاج، نوع من المواجهة أو من نوع الإدارة اسمه العلاج، العلاج التريتمنت أو الثيرابي المعروف اللي هو عادة بيكون مع أخصائي نفسي ومع معالج نفسي في نوع من أنواع الضغوطات لازم وبحاجة لمعالج نفسي. عندنا نوع ثاني بنسميه المواجهة أو التعايش، المواجهة والتعايش هذا إن شاء الله رح نحكي عنه. وعندنا نوع من الإدارة بنسميها إدارة المانجمنت، إدارة الضغوط. هلا العلاج هو طبعا الأسلوب المفضل اللي بيشتغلوا مع الأشخاص بطريقة فردية أو أسر ومجموعات صغيرة، وعادة يقوم بها مختصين العلاج النفسي وليس يعني ما هو أي من كان بيقوم فيه أو وخاصة من يدعي أنه يستطيع القيام فيه، لأنه ممكن يكون آثاره السلبية أسوأ بكتير من إهماله. يعني لو تم إهماله أفضل من أنه الإنسان يبدأ يتعالج مع مدعي هذا القدرة أو هي المهنة أو الكفاءة. طيب نجي للنوع الثاني اللي هو نحن قلنا أول شيء العلاج، ثاني شيء التعايش أو المواجهة. المواجهة شو يعني؟ محاولة التعامل مع المتطلبات الداخلية والخارجية التي يرى الفرد أنها ترهقه وتستنزف مصادره، وهي تتألف من الجهود الموجهة للفعل أو للعمليات النفسية من أجل مواجهة السيطرة أو الخفض. فإذا هلا إن شاء الله رح نشرحهم. وفي عنا نوع ثالث هو إدارة الضغوط. إدارة الضغوط عادة بشكل عام اللي هي غالبا يكون موجهة للناس عامة، واللي عادة بتشوفوا إنه مقاييسها موجودة على النت. هل اكتشف نفسك، هل أنت عندك ضغوط عليك معالجتها وهذا. فهي عادة بتكون سهل التعامل معها إذا أخذناها من باستراتيجيات بإدارتها بشكل عام. فنحكي اليوم لكن عن إدارة الضغوط، لأنه هي كوننا نحن عم ندرس هاي المادة، نحن ما عم ندرسها بشكل تخصصي حتى نحكي عن العلاج، العلاج بده مختصين، أو عن المواجهة أو التعايش، لأنه هي عادة كمان بيقوم فيها الداعمين النفسيين، لكن رح نتكلم عن إدارة الضغوط النفسية بما يتلائم مع منهاجنا أو هذا الكورس اللي عم ندرسه هذا. فإذا عادة إدارة الضغوط النفسية بتمر بعدة خطوات. أول كل الخطوات اللي بتمر فيها عادة رح نحكي عنها الخطوات. طيب أول شيء الخطوات اللي بتمر فيها اللي هي إنه هي عملية شاملة متكاملة. عندك عدة خطوات لكن نذكرها بشكل سريع. أول شيء التهيئة النفسية المسبقة أو بمعنى الوقاية. الخطوة الأولى إذا أنا بعرف هلا يمكن قبل، المهم ما رح رجع السلايد، بس هو فهي تقوم على الخطوة الأولى الاستعداد للضغوط. يعني أنا بعرف بمعنى
أنا بعرف هاي نحن بدنا نحكي هلا الآن عن إدارة الضغوط، أنا كيف ممكن أخلي أنا المتحكمة بالضغوط وليست المتحكمة فيه. الإدارة بمعنى أنه من يمسك العصا التحكم. لا، فنحن الآن رح نعطي بعض الأشياء أو الإضاءات عن طريقة إدارة الضغوط. أول شيء أنه كون مستعدة إلها، بمعنى هيئ نفسي لهذا الموضوع، بمعنى أنه التهيئة متى هلأ شوفوا نحن وقت أي أمر إذا كنا مهيئين حالنا له بيكون تأثيره يعني أقل سلبية علينا من أنه نفاجأ فيه. هلأ مثل بدها تروح منا على الحج، الحج مش بنقول فيه مشي كتير بالسفر مرة وأنا ما متعودة على المشي، بس إنوي الحج يعني ممكن تكون جارتك كل يوم عم بدلك تعني مشي ما عندي مشكلة أو ماني متجاوبة، لكن وقت الأنوي قدامي الآن مشي وسعي ما بدي عضلاتي تخذلني، فتبلش تهيئي حالك قبل بوقت. نفس الشيء إذا عندك دعوة على الغداء قبل بأسبوع أنا ببدأ، فالتهيئة كتير إلها دور. نفس الشيء الضغوط، أنا وقت اللي بعرف إنه مقبلة على مثلا أنا بعرف إنه وقت اللي بيجيني الضيوف أنا بنضغط، وإذا انضغطت ممكن يعني أثر على علاقتي مع وجود الضيوف عندي، أو قد يأثر على علاقتي إنه ما عاد اهتم بدراسة أولادي إعطاء أولادي حقهم، أو قد يأثر على مثلا أنا عندي التزامات قد يؤثر على التزاماتي. فالاستعداد المسبق لهذا الشيء كتير له دور، فبهي من ضمن الإدارة. من ضمن الإدارة كذلك معرفة تحديد مستوى التغير في الحياة، بمعنى نفس الأمر أنا وقت بتكون قوية مستعدة عندي قدرة مثلا وقت بكون أنا بدي أنشئ عمل جديد، أنشئ بيزنس ستارت اب، أنا بدي أبلش فيه، تفرق وقت اللي بكون أبدأ فيه مثلا هذا حلمي، مثلا إنه أحفظ قرآن كريم، أنا وقت اللي ببدأ فيه بعمل مثلا مدرسة لتحفيظ القرآن الكريم أو بعمل مدرسة لتعليم الطالبات المهن أو بعمل أي مشروع إن كان، وقت اللي ببدأ فيه أنا شابة أنا عندي قدرة على مواجهة الضغوط، وقت اللي ببدأ فيه وأنا بعد ما يعني قطعت شوط ودخلت بمرحلة يعني صحتي ما عادت تساعدني مثلا، اللي صح اللي عنده مسؤولية مع أطفال هي أصلاً منضغطة خلقها، فإذا هي ما نعرفانة تحدد المستوى اللي هي فيه تظلم نفسها، يعني اللي عنده مثلاً طفلين صغار وبعدين راح تسجلت مثلاً بدراسة عن بعد وكل ما قلتي لها مرحبا تقول لك ماني فاضي ماني أدراني لأنه ماني عرفاني كيف بدي مشي أموري، طيب أنت اخترتي الفترة اللي كان أولادك فيها بحاجتك وبعدين جاي تقولي لي الضغوط، زوجي دائما يشكو من أنه ما عم بقدر لحق متابعة منزلي متابعة دراسة الأطفال، طيب اختيارك للوقت هو اختيار خاطئ، اختيارك للوقت اختيار خاطئ، يعني مثلا اللي حاطة مخطط بذهنها مخطط الهجرة إلى بلاد الغربية لأخذ جنسية، بعد ما تروح لهونيك تكتشف فجأة أنه أولاد صغار واندمجوا بالمجتمع وصاروا مغتربين عن عاداتهم ودينهم وتقاليدهم، ودائما كل ما قلت لها مرحبا تقول لك الأولاد ضاعوا الأولاد طب هل فوجئتي أنت بهذا الوضع؟ هذا الوضع الطبيعي اللي كل الناس بتمر فيه، أنت دائما مضغوطة لأنك أسأت اختيار الوقت. فالأمر الآخر إذا عملية بعد الاستعداد له اختيار الوقت المناسب لحتى لإدخال شيء جديد، هذا نحن نحكي متحكمة فيه، إدخال شيء جديد حتى لا تشتكي من كثرة الضغوطات وخروج الأمر عن السيطرة، وبالتالي دائما تلعب دور الضحية.
وهذا اللي يعني تتفنن بعض النساء باللعب عليه، انه فوجئت بكذا. يعني كيف فوجئت؟ يعني مثل اللي عند الامتحانات فقال والله لا تأخذوني انا عندي ولاده، يعني كأنه فوجئت بالولادة. شو فوجئت أنت؟ ما عم بحسابك أنه مو شهر التاسع، قال إيه طبعا شهر التاسع، فإذا يعني مو فوجئت، صار لك 9 شهور بتعرفي أنه رح تولدي بهذا الوقت، فكيف فوجئتي؟ فنفس الشيء ضعف التخطيط، ضعف اختيار الوقت المناسب، هذا تعتبر من عدم أو الإدارة الضعيفة للضغوط، بنسميه الإدارة الضعيفة. من الأمور الأخرى كشف علامات الإنذار. كشف علامات الإنذار بمعنى أنه بعد ما تشرعي بالعمل نفسه يكوني حساسة يعني أنت عملت حساباتك وهذا، لكن اكتشفتي ما كنت متوقعة أنه رح تكون الآثار السلبية لهذا العمل عليك بهاي الطريقة. فإذا لازم يكون عندك قدرة على التوقف بالوقت المناسب، يعني ما خلص أنا أخذنا القرار وبدنا نمشي فيه، لا ممكن أنا أوقف هذا القرار لأنه حسيت أنه بلشت علامات الإنذار تقلي أنت دخلتي مرحلة ضغوطات، هاي الضغوطات راح تنعكس على صحتك، على علاقاتك الاجتماعية، على علاقتك مع الله عز وجل، أو يعني بشكل عام على حياتك. من الأمور الأخرى اللي لازم نهتم فيها اللي هي تشخيص، يعني بعد ما أدخل أنا يعني أوقع بالموضوع ولاقي إنه هذا الموضوع سبب لي ضغوطات أنا ماني عارفانة أو ما كنت متوقعتها، ولقطت إذا إشارات الإنذار إنه لا أنت داخل مرحلة الضغوطات، شخص شو اللي ساهم بهي الضغوطات، أو ليش صارت، مع إنه أنا حسبت الموضوع وما كنت إنه متوقع إنه رح يكون في هي الضغوطات. فعملية التشخيص وتحليل الموقف اللي أنت فيه هذا بيساعدك كتير على إدارة الضغوطات. الأمر الآخر الاعتراف بالاستراتيجيات غير الفعالة للمواجهة اللي هلأ رح نحكي عليها إن شاء الله، شو هي الاستراتيجيات بالتفصيل، الاستراتيجيات الغير فعالة. إحنا إن شاء الله حنوقف مثل عادتنا على 40 دقيقة مشان بدها تقوم تصلي أو ترتاح لمدة 10 دقائق ونرجع إن شاء الله منكمل. بس خلينا نحكي عن المحددات، محددات هاي الفقرة وبعدين إن شاء الله منوقف للصلاة. طيب محددات المواجهة الغير فعالة، نحن حكينا الخطوات التي تمر بها إدارة عملية إدارة الضغوط عدة خطوات. ثاني شيء محددات المواجهة الفعالة للضغوط النفسية، رح نذكرها ذكر سريع. شو هي محددات المواجهة الفعالة؟ أول شيء بمعنى يعني كيف تكون يعني أفعالي عملية بمواجهة الضغوط، أو ناجعة، أو حلولي ناجعة، أو مفيدة، أو ناجحة. نجي لأول شيء، طبعاً أول شيء الإيمان بالله والتمسك بشرعه، هي رقم واحد. اللي بيحدد إنه هل مواجهتي فعالة للضغوط النفسية سمات الشخصية، مثل أنا إنسانة إيجابية ولست بسلبية، يعني عندي صلابة نفسية، شخصيتي متفائلة غير الشخصية الكئيبة اللي بتحط أول كل المشاكل قبل ما تشوف الحلول، عندي قدرة على ضبط نفسي، عندي تقدير عالي لذاتي، عندي ثقة بنفسي، قوة أنا، فهي كلها بتحدد سمة شخصية بتحدد نجاعة المواجهة للضغوط النفسية. الأمر الآخر في مصادر داخلية عند الفرق عند الشخص نفسه، مثلا إحساسه بأهمية الوقت، إحساسه بأهمية العمل نفسه،
يعني سمات شخصية، مثلا روح الفكاهة كله بياخده بالضحكة بمزحة، تحسي كمية الأمل عنده عالية، فهي عنده قدرة على المواجهة الفعالة أكثر من الشخصية الجدية زيادة والكئيبة. سريعة الاستسلام، ما نجح الموضوع معناها ما في إذن، وطبعا ممكن ترده إلى الغيب، يعني ما بدي أقول إنه أنا ما نجح لأنه ما قمت فيه بالعمل الجيد أو ما كان عندي الاستمرارية أو الإصرار على نجاحه، لا لا ما في إذن، يبدو أنه مو ميسر، شوف من أوله وشكله مو ميسر، فهي الانسحابية. من الأمور الأخرى اللي بتحدد المواجهة الفعالة المصادر الخارجية، وهي بتلعب دور كتير كبير. هلأ وجود وقت مو مثل اللي ما عنده وقت، وجود مال مو مثل تفتقد للمال، اللي عنده تعليم شهادة تعليمية هذا راح تساعد طبعا راح تكون فعاليته أكثر من اللي ما عنده، عنده مهنة، الأطفال، الأسرة، الأصدقاء، مستوى المعيشة المناسب، هاي كل هاي الأمور المصادر الخارجية كتير تلعب دور بإدارة الضغوط النفسية. هل عندك بتساعدك هاي الأمور ولا لا بتوقف وجهك؟ من الأمور الأخرى استراتيجية المواجهة نفسها، هلا في استراتيجيات بتركز على المشكلة نفسها، فإنه أنا واقع بشكل بدي حلها، في ناس لا بتركز على الانفعال نفسه، أنا واقع بغضب، أنا واقع بحزن، أنا واقع بحالة إحباط، فبيكون تركيزي كيف بدي أتخلص من هذا الانفعال مو كيف بدي حل المشكلة نفسها. يعني أنا وقت بوقع بمشكلة إنه مثلاً ابن اكتشفتي انه احد اولادك يشاهد الافلام الاباحيه، هل تركزي على كم هو اذاكي، كم هو انسان طلع انسان غير وفي، تربايه ضاعت فيه، كم بذلت جهد معه بالنهايه كانت هي النتيجه، ماذا عن سمعتي، ماذا عن تعبي معه؟ هاي إذا ركزتي عليها ما رح تطلع بنتيجة، لأنه أنت عم تركزي على الانفعال نفسه، لكن وقت اللي بتركزي على المشكلة، لا هذا الشاب عنده مشكلة، اندل بطريقة ما، سواء عن طريق أصدقائه، سواء بسبب الفراغ، إن الفراغ إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء، أي مفسدة، عنده وقت وعنده قوة وعنده مال ما بحاجة لأنه يشتغل ويتعب حتى يحصل المال، فهذا الثلاثة والنت مفتوح، طبعا أضف إلى ذلك النت مفتوح، فشو اللي بيصير إنه وقف بهذا الموقف. فإذا أنت وين دورك، هل استراتيجيتك بحل المشكلة حتى تكون عندك إدارة ناجحة للضغوط النفسية، هل تركزي على الانفعال نفسه، على الحالة اللي أنتوا فيها، كم أنت غضبانة، كم أنت كيف بدك تراضيني، كيف ممكن وقت اللي بتركزي عليها هي الشغل اللي بصير فكرة ممكن هو يسحب غضبك وخلص بكلمات طيبة وآخر مرة وغلطة وما أدري شو هذا، وبعدين لأنه هو غير مقتنع وما وصل لطريقة صحيحة بعلاجه رد يرجع، لكن هالمرة رح يكون أكثر حكمة بإخفاء هذا الموضوع أو أكثر حنكة، صار عنده خبرات. فإذا بهالحالة أنت زدتي بدل ما يعني أنت زدتي عطيتي للسفينة الغارقة دفعة لأنه تغرق أكثر بدل ما تنقذيها. أما إذا عملتي استخدمتي استراتيجية هادئة بالتركيز على المشكلة فهون هي من الاستراتيجيات الفعالة. فإذا الاستراتيجية بتلعب دور بنجاحك بإدارة الضغوط النفسية. من الأشياء اللي بتلعب دور كمان العوامل الوراثية، العوامل الوراثية بمعنى فبدلي يعني شو إذا والدي ما بيعرف معناها أنا ما بعرف، لا تلعب دور بمعنى الجينات الوراثية، يعني مثلا اللي عندهم
أمراض متوارثة مثل الجهاز الهضمي، مثلا أمراض قلب، أصلا عندهم أمراض نفسية، مثلا عندهم القلق بالوراثة وهذا. فهي كمان بتلعب دور إنه أنت مهيئة ما دام عندك سجل عائلي بهذا الموضوع، فهذا رح يعني تشكل نوع من الضغط عليك لأنه موجودة أصلا عندك بالجينات الوراثية. من الأمور الأخرى اللي بتساعدك على المواجهة الفعالة المستوى العام من الصحة، صحتك أنت كشخص، يعني هل أنت الناس الضعيفة البنية أو زوجك ضعيف البنية بحيث أنه المشاكل أي مشكلة ممكن لك آية قلبي ويتعب، أو لك أنا ما بحب أسمع مشاكل لأنه بعدها رح أمرض أسبوع، ونحن هاي بنشوفها كتير لأنه خوفاً على صحته لأنه هو كثير تفكير. فممكن إذا قلت لنا مثلاً ابنك عم يشوف أفلام إباحية فبيقول لك لا تدخليني بالموضوع، أنا اللي فيني بكفيني، أنا ما بدي وجع راسي لأنه ممكن تشد علي معدتي، تشد علي القولون هذا. فإذا الصحة حقيقة بتلعب دور بحيث انه الواحد يكون عنده قدره على اداره الضغوط او النجاح فيها او لا. لذلك دائما النصيحه انه الواحد يعتني بصحته، لانه هي ليس فقط كشكل سليم ولكن هي تنعكس على كل مناحي الحياه. من الامور الاخرى اللي بتلعب دور البيئه نفسها، هل عندك انت مصادر مسانده في حال تعرضتي لضغوط ولا وحيدة؟ أنت وحيدة أو أنت غريبة ولو في مجتمعك. فهي كتير لها دور. تذكروا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. فإذا وقت اللي بيكون في لك مساندة، لك نسميه كتف تبكي عليه، في مين يدعمك، في مين يقويك، في مين يربت على كتفك، تقدري تفضفضي، يحمل جزء من همك، هذا بيلعب دور كتير طيب بي إنه يساعدك على مواجهة فعالة ناجحة بالضغوط. من الأمور الأخرى شدة الضواغط، شدة الضغط يعني نوع الضغط نفسه، يعني بمعنى أنه مثلا المرض، مرض حدا قريب غير فقدان عزيز، مرض العزيز غير فقدانه، فهذا نفسه دائما مثلا المرض فيه أمل فيه، بينما مثلا الوفاة خلاص راحت. فهي كمان بتأثر على قدرتك على التحكم أو إدارة الضغوط نفسها. في الأمر الأخير هو مستوى الطاقة، مستوى الطاقة بمعنى هل أنت سريعة الإجهاد أو بنسميها نفسك قصير ولا نفس طويل؟ يعني في ناس رغم أنه بيكون يعني عنده النفس طويل، لو ما حلوا المشكلة أو أداروها بشكل مباشر أو سريع لكن نفسهم طويل، عندهم عملية الكر والفر. يعني مثلا اذا ضربنا مثل، بما انه جايبينه هذا مثل، الولد اللي بيتفرج على افلام، حكينا اول مره، او مثلا عندك ولد بيدخن، او انت حكينا اول مره ما استجاب، خلص شفنا نرد ننسحب، رد مره ثانيه، من عيد مره مرتين ثلاثه اربعه خمسه ممكن 10 20، او مثلا ولد ما بده يصلي وانت نفسك طويل. في فرق بين مستوى الطاقة بين أم أو أب أو موظف أو عامل أو شيء ملول، حاولت بيقول لك أنا حاولت مرة ومرتين وما مشي الحال، وبين إنسان نفسه طويل لا يفقد الأمل. المحاولة عنده ما يفقد الأمل عند المحاولة رقم 1000. فالفكرة فيها أنه مستوى الطاقة المختلف من شخصية إلى شخصية له دور أساسي بنجاح وطريقة التعامل مع الضغوط، خاصة
كمان إذا بيأثر فيها إذا ضغط عام أو ضغط فردي، فهي كلها بتأثر فيها مستوى الطاقة. فإذا تشتيت الطاقة وعدم تركيزها وضعفها، ضعف مدتها له تأثير على نجاحك وفعالية الضغوط، فعالية المواجهة للضغوط. فذكرنا بعض الأشياء اللي بتعيننا أو محددات المواجهة الفعالية للضغوط النفسية. رح نوقف هون، وإن شاء الله رح نرجع بعد 10 دقائق اللي بتحب تصلي أو اللي بتحب ترتاح شوي، ونرجع إن شاء الله لإكمال محاضرتنا عن هاديات إرشادية عامة لإدارة الضغوط النفسية. جزاكم الله خير. بريك 10 دقائق إن شاء الله.
السلام عليكم، الله يعطيكم العافية. شو نرجع إن شاء الله، عدنا والعودة أحمد بإذن الله تعالى، نرجع لمحاضرتنا عن الضغوط النفسية، إدارة الضغوط النفسية. مثل ما عندنا نحن في عدة محاور لمواجهة الضغوط النفسية، منها أول كل العلاج وهي بيكون بشكل فردي وشخصي ويقوم به مختصين، التعايش أو المواجهة وهي بحاجة لدعم، والنوع الثالث هي إدارة الضغوط النفسية والذي نتكلم الآن عنه وهو المناسب لمادتنا، بما أنكم غير متخصصات بعلم النفس وإنما هي مادة إلكتيف أو مادة عامة، فنتكلم عن إدارة الضغوط النفسية. نفتح السلايد تبعنا الآن، نرجع ل نحن تكلمنا عن الخطوات التي تمر بها عادة إدارة الضغوط النفسية ومحددات المواجهة الفعالة للضغوط النفسية. الآن نتكلم عن هاديات إرشادية عامة لإدارة الضغوط النفسية، بمعنى رح نمر عليها مرور سريع لكن نذكر نفسنا فيها. يعني هاديات أو توجيهات، بمعنى توجيهات يجب أن يتحلى بها أو تتحلى بها المسلمة ونتعلمها كي نستطيع إدارة الضغوط النفسية والتغلب عليها، والتي لا يخلو أحد منها مهما كان، مثل ما ذكرنا من الأنبياء، من سيدنا آدم ونحن حتى يومنا هذا. من هو الذي لا يوجد لديه أو لا يوجد لديها ضغط نفسي، أيا كان نوعه، أيا كانت شدته، أيا كانت حدته، ولكن تعاملنا معه بناء على الآن سنعرج على بعض الإرشادات اللي جزء كبير منكم أتوقع أنه يعرفها، ولكن هي للتذكير بها، وهذا قسم. القسم الآخر للتنبيه على ما قد أغفل منها. أول شيء الرجوع إلى الله تعالى سبحانه وتعالى والتمسك بشرعه ومنهجه، هي من أهم إرشاد أظن لا بعده. أمر آخر، تنمية مهارة الإدارة الذاتية لشؤون الحياة بصفة عامة. هي مهارة إدارة الضغوط، هو نوع من المهارة. إن شاء الله الآن سنتكلم عنه بشيء من التفصيل. الأمر الآخر، تحسين الإدارة الانفعالية للشخص، يعني بمعنى التحكم بالانفعالات. ذكر قول عمرو بن العاص لما سمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه بآخر الزمان سيغلب الروم، فإنه كان تعليقه أنهم أسرعهم إفاء. لماذا؟ يعني أنه ليش راح يكونوا متغلبين؟ فكان من ضمن وصفه أنهم أسرع، أنهم سريعوا الإفاقة من بعد غمة أو من بعد كرب، بمعنى يعني لا يستسلموا، لا ينفعلوا بشدة للمواقف. يعني الآن بتشوفوا أمر يعني فعلا ملفت للنظر، مثلا خسر مبلغ من المال، دخل بتجارة وخسر، الغضب اللي يعني دائما الله يحمي، هذا بكرة أكيد رح تجي جلطة قلبية، كتر ما انفعال بأنه الناس نصبوا علي، سرقوني، استغفلوني، ما عاد في حدا أمين بالبلد، ما عاد في... هي عملية الحمق الشديد نتيجة الموقف. فوين الإفاقة من بعد صدمة؟ ما في إفاقة، لا، نحن يعني نسلم أنفسنا لحالة الغضب والحنقة الشديدة بحيث نفقد السيطرة على إدارة حياتنا، نفقد السيطرة على الضغط نفسه وإدارته. من الأمور الأخرى إدارة العلاقات الاجتماعية بكفاءة وفعالية أكبر، بمعنى إتقان المهارات الاجتماعية مثل الذكاء الاجتماعي، عملية التواصل الفعال وليس فقط التواصل الهامشي أو الخفيف أو ليس ذو أهمية، التواصل الفعال، تفعيل بعض العلاقات التي
قاربت على الموت أو على الانتهاء، مثل الجار، الأقارب، الزملاء، الصاحب بالجنب والصاحب بالجنب والجنب، يعني بالجار الحقيقي والزميل، جار المكان وجار العمل، والصاحب بالجنب. فإذا تفعيل العلاقات الاجتماعية هي مهارة علينا الانتباه لها. تحسين منحى حل المشكلات وعدم الاستسلام، مهارة حل المشكلات، والآن الحمد لله رب العالمين في عليها توجيه دورات بشكل مكثف، يعني أي حتى لدرجة الأطفال بالمدارس، نحن داخل بمناهجهم بعد كل درس ضمن عنوان مهارة حل المشكلات، أسئلة تدرب الطالب، تدرب عقل الطالب على التفكير خارج الصندوق، وضع حلول إبداعية للسؤال. يعني هذه مهارة فعلا قد يفتقدها جزء كبير من وعلينا إتقانها في من ترغب بإدارة ضغوط الحياة على نفسها وعلى من حولها. من الأمور الأخرى، من الإرشادات الأخرى، إيجاد طرق لخفض الآثار السلبية للضغوط. إيجاد طرق لخفض الآثار السلبية للضغوط، بمعنى تعميم، يعني في حال الإنسان وقع بأي نوع من المشاكل، عندما يجعل آثار هاي المشكلة تنال كل جانب من جوانب حياته، هذا معناه هو فاقد السيطرة على هذا الأمر، وعليه إيجاد طريقة لتصغير أو تضييق ما استطاع بنسميه عملية التطويق، تطويق الآثار بحيث ما تأثر على بقية جوانب حياته. من الأمور الأخرى، تعلم قيمة التفكير الإيجابي الذي يتسم بالمرونة والإبداع. التفكير الإيجابي اللي هو تحويل مسار الضغط من سلبي إلى إيجابي، يعني في كل محنة منحة، أنا كيف طالع المنحة من قلب المحن، هي مهارة على مبدأ نص الكأس الفارغ والمليان، أنا على من أنظر. يعني الناس بموت العزيز يجد آثار الإيجابية لاحقا. كم من أمر حسبناه مصيبة كبيرة واكتشفنا أنه كان خيرا صافيا، فعلا خيرا صافيا. وكم من يعني واحدة منا مرأت بمراحل كئيبة، بأيام كئيبة وشديدة على النفس، لكن بعد فترة قالت والله لو خيرت لأعدتها من كمية الخير اللي ما كانت عرفانته. فإذا التفكير الإيجابي جدا عملية مهمة، خاصة وقت اللي بيكون فيه إبداع باستنتاج الخير اللي فيه، وهي مهارة. يعني سبحان الله، في ناس حتى عندهم إياها بيتعامل فيها بطلاقة أو حتى رد فعل أولي، في ناس تأخذ وقت لحتى تكتشف، في ناس لا. يعني مثلا ابنها رسب تقول لك طبعا يلا مشان مثلا رأسا انه اصلا هو داخل اصغر من عمره، فهل هيك مشان العقل الاجتماعي يتوازن مع اولاد عمره. يعني سبحان الله، طيب وين انت واحد، وين عم يفكر وانت وين عم تفكري؟ ففي عنده الابداع بهذا الموضوع، فهدول بيكونوا اكثر ممانعه للاضطرابات او الضغوط النفسيه. من الامور الاخرى أو الإرشادات الأخرى، التعرف على دوافع الفرد ومدى رضاه عنها. بمعنى صاحب الرسالة، صاحب الدافعية الحماس لهذا الموضوع، تعامله مع الضغوط غير اللامبالي اللي يترك الأمور، دعي الأمور تجري لأعنتها. ف يعني ما في شيء يعني
ما عنده رسالة، ما عنده هدف بالحياة، فلذلك صاحب الرسالة صاحب الهدف بيكون أكثر مرونة مع الضغوط من الطرف الآخر. من الأمور الأخرى أو الإرشادات الأخرى تعلم أسلوب ترتيب الأولويات، وأظن هذا طبعا يعني هلا نحن عم نحكي بس رؤوس أقلام على حسب ما يسمح لنا وقت المادة والمحاضرة، لكن هذول كل واحدة منهم هي عادة لها دورة ودورة كاملة، وعادة يعني وقت تكون المحاضرات فيزيائية فهو بيكون عادة في تفاعل أو في تدريب عليها أكثر، لكن هذا ما يسمح به طريقة للمستخدمة بالتعلم. فإذا ترتيب الأولويات هو من أهم، وأنتم بتعرفوا مربع الأهم والمهم والمستعجل والغير مستعجل، ف من له مهارة ترتيب الأولويات طريقة إدارته للضغوط أقدر. تعلم فن التفاوض، الحصول على كل شيء من أول مرة هذا شيء شبه مستحيل. تفاوض أي أمر مهما صغر أو كبر بحاجة لتفاوض فيه. تعلم مهارات الحديث عن المشكلة بدلا من كتمانها ثم كتمانها ثم كتمانها ثم تظهر على صحتنا وعلى القولون وعلى المعدة وعلى حالات الانفصال والطلاق العاطفي بسبب عدم قدرتنا على التعبير عن مشكلاتنا. تعلم فن الإصغاء، هي من الأمور المهمة، لأن دائما الإنسان يستمع لصوته ولا يستمع لصوت الآخرين، فمهارة فن الإصغاء ومعرفة ماذا يريد الآخرون منا هذه من الإرشادات. أيضا الحفاظ على اللياقة الجسمية وممارسة التمارين الرياضية، طبعا مثل عدم الإسراف بالأكل والشرب والعادات السيئة والإدمان على نوع مثلا على المشروبات الغازية، الإدمان على النشويات غيره، هي لها دور كبير كذلك. من الأمور الأخرى تنمية الإحساس بالهدوء وهندسة البيئة المحيطة، فهي نحن النساء نتقن هذا العمل، يعني البيت الفوضوي، حتى نحن بنعلم أولادنا أنه البيت الفوضوي ما تدخله ملائكة، فعلينا ترتيب البيئة التي حولنا، علينا ليس فقط ترتيبها بل تجميلها مثلا بتزيينها باللوحات بالزريعة الخضراء بغيرها سواها النظافة غيرها، هي تدعو إلى الاسترخاء وإلى المساعدة على سبحان الله تصفية الذهن مثل ما بنسميها. من الأمور الأخرى الإرشادات الأخرى تعلم مهارة الفصل بين متطلبات المنزل وبين مشكلات العمل وضغوطه، وهي من أكثر الأشياء المنركز عليها، دع العمل على باب المنزل، دع العمل على باب المنزل، يعني بس خطيتي داخل المنزل ما لازم تجيبي معك أي مشكلة، انسيها حطيها على باب المنزل، ثاني يوم الصبح انتي طالعة خذيها معك وكملي على شغلك. ليش؟ لأنه يكفي المنزل من مشاكل ومشاكله الخاصة تكفيكي، فإذا أحضرتي معك مشكلات العمل، وهي المشكلة اللي عادة تقع فيها الزوجات عندما يدخل الرجل وهو محمل، وتقولي لي طب هل يستطيع الإنسان الفصل؟ نعم يستطيع الإنسان الفصل، وهذا يعني لا أقول اعتباطا ولكن أقول عن علم بقدرة الإنسان على، لكن هي بحاجة لتدريب حقيقة، إنه كيف أفصل مثلا أنا بكرة عندي presentation فأنا متشنجة مثلا، أو بكرة أتوقع أخبار غير سارة بالعمل فدائما متشنجة، دائما هي ما هي حالات استثنائية، دائما في شيء يشغل بالنا، فإذا ما تدرب على إنه تفصلي بين مشكلات العمل ومشكلات والمنزل، فالأفضل لا تشتغلي، خليكي بالبيت، لأنه أو استحاب مشكلات البيت إلى العمل، يعني هذا عدم الفصل، عدم الخبرة بالفصل هذا له آثار سلبية، يضاعف
هي مضاعفة للمشاكل. يعني أنا وقت باخذ مشاكل البيت إلى العمل أنا بحط قصة اثنين، يعني بتصير مشاكلي مضاعفة مرتين وقت نفس الشيء عملية التحويل. أما وقت بوصل بينها بقدر بصير عندي قدرة على، لأنه هي ضعفت صارت جزء هنا وجزء هنا، فعندي قدرة على مواجهتها. وهي تدريب تدريب، يعني اللي في ناس بيملكوها بالفطرة وفي ناس بحاجة للتدريب عليها. من الأمور الأخرى التي تعين على نجاح بعملية إدارة الضغوط النفسية تكوين أسرة صالحة متعاونة متحابة متدينة غير منعزلة عن الحياة المعاصرة، أو عايشة ببيئة معقمة ما لا خبر شو صاير، لا أسرة تعيش مشكلات الحاضر ولكن يعني متوائمة معها وتعرف كيف تتماشى معها. من الأمور الأخرى اختيار الأعمال الممتعة والاستمتاع بما تفعليه، وأهم شيء التوجه بالنية لله تعالى لنيل الثواب. يعني بمعنى نحن مثل ما نقول إنه انوي أي عمل لله عز وجل، حتى أول كل تاخذي أجره، يعني حتى لمجرد الأكل التقوي على طاعة الله، النوم كذلك، عمل تنظيف المنزل، تدريس الأولاد، طاعة الزوج، إنه فيها هاي رقم واحد الأجر والثواب. الأمر الآخر عملية الرضا، وقت الإنسان بيربط هذا الأمر بشيء مقدس يهون عليه الأمر، يعني الأعباء المنزلية، أعباء ترتيب وتنظيف البيت ما هو بالأمر السهل، لكن أنا وقت بجعله مقدس أنا أنوي فيه أي حركة حركتها إنه لله عز وجل، حتى يعيشوا أولادي اللي نحن كوننا الأسرة لاستخلاف الله عز وجل لنا في هذه الأرض ببيئة نظيفة، نكون قدوة لهم، يحملوا لواء الإسلام. عملية تذكير نفسنا بهدف بهذا الهدف وتفعيله أو ربطه مع الله عز وجل، هذا يجعلنا أكثر راحة وأكثر استرخاء. من الأمور الأخرى تعلم مهارة إدارة الوقت وتنظيمه وتوزيعه على مناشط الحياة، وهي طبعا جزئية كتير كتير مهمة. إدارة الوقت من أكثر، يعني نحن عندنا أكثر مهارتين يتميز بها الناجحون، أكثر مهارتين. إدارة الوقت وإدارة الذات، هذول أكثر، يعني بدراسة عن أكثر الشخصيات نجاحاً عندهم قدرة على إدارة الذات، بمعنى إدارة الانفعالات الذاتية، بيعرفوا إمتى يخرجوا الانفعالات وإمتى يكبتوها، أو ماذا يطلقوا من الانفعالات وماذا يستبقوا لديهم. هي رقم واحد إدارة الانفعالات. رقم اثنين إدارة الوقت. هو الوقت 24 ساعة، لا يكثر عند أحد ولا يقل عند أحد، لكن نحن من نقلله ونكثره، لأنه نعرف نحن أنه الوقت نسبي والوقت مخلوق. فلذلك قد ما فيكم تقروا عن إدارة الوقت وإدارة الذات لا تقصروا. الكتب التطوير الذات جدا مفيدة، لو طلعتي بمعلومة واحدة من الكتاب يكفيكي، لأنه فعلا هي خبرات متراكمة. واحد بفعل خطوة خطوة، يعني ما رح ينقلب 180 درجة، لكن خطوة ورا خطوة ترتقي بذاتك أكثر وأكثر. من الأمور الأخرى الحصول على الراحة وعدم الخلط بين العمل والترفيه، أو اللي بعض الناس بيعدوها نوع من التميز إنه دائما يفكر بالعمل. لا، العمل لكل وقته، للترفيه وقته وللعمل وقته. من الأمور الأخرى مراجعة الاتجاه نحو الحياة والتغيير إلى اتجاه أكثر إيجابية وتفاؤل، اتجاه الحياة أكثر، بحيث أنه نخالط الناس الإيجابيين، نشاهد الأفلام المتفائلة، نقرأ الكتب التي تطور مثل ما قلنا الآن،
تطوير الذات، نحضر المحاضرات، نبتعد عن الأشياء اللي هي تسبب لنا الكآبة. يعني كم منا راحت على زيارة ورجعت بعد يومين مكتئبة من نتيجة هاي الزيارة اللي هي اجتماعية وقد تكون فيها صلة رحم كذلك. الجو له أثر على مبدأ جاور السعيد تسعد، والحديث النبوي حامل المسك ونافخ الكير، على حسب قل لي من تصاحب أقول لك من أنت. فالاتجاه توجهك إذا أنت مخالطة ناس لا مبالين هم فقط سعادة الساعة أو العيش اللحظة، مبدأهم بالحياة عيش اللحظة، يعني ما في شيء بحاجة لا أبالي، رح يكون إنسان يصير لا مبالي مثله. فإذا يكون إنسان أكثر إيجابية وتفاؤل، ولكن ليس لمرحلة اللامبالاة. من الأمور الأخرى، إرشادات الأخرى، تعلم أساليب تقييم جهود مواجهة الضغوط والحصول على المردود المناسب للتعديل الفعال وغير الفعال، بمعنى التقييم المستمر لذاتك. يعني بمعنى أنت مررتي بمرحلة من الضغوط، مثلا مرحلة سفر، الآن إجازات وسافرنا وخلال الإجازة واجهتك ضغوط وعصبتي والأولاد نرجع نقيم هل كنا فاعلي، كنا نجحنا بالنقطة الفلانية ولم أنجح بالنقطة الفلانية، نجحت بكذا ولم أنجح بكذا. عملية التشخيص وإعادة الدراسة اللي نحن عادة نهرب منها، يعني ما بدنا نرجع رأسنا، مبدأنا ما بدنا نرجع رأسنا، لا تنعاد. أما وتتعدي مع نفسك دقائق وبتعد بتكتبي وبتشوفي الموقف اللي نجحتي فيه رقم واحد، تكتبي الموقف اللي نجحتي فيه والموقف اللي ما نجحتي، وبعدين تاخذي الموقف اللي نجحتي فيه تقولي ليش نجحتي، لأنه عملت كذا وكذا، مثلا استدركت الموضوع قبل أوانه، حضرت للموضوع كنت مستعدة له، طلبت مساندة إلي قبل ما وقت اللي وقعت فيه طلبت مساندة إلي، معناه أخذتي بالأسباب. تاخذي الموقف اللي أنت غير راضي عنه وبتشخصي، ليش أنا ما كنت، لأنه عملت كذا وكذا وكذا. فإذا المرة الثانية وسكري دفترك وخلص، بعد فترة رح ترجع تقري كأنه حدا تاني كتب لك، كأن هدية وصلت لك، إنه والله أنا لازم انتبه لهذا الموضوع. مثلا أنا من سلبياتي مثلا إنه بجاوب بعدين أفكر، فهي العجلة من الأشياء السيئة، يعني عندي سرعة انفعال مثلا، الطموحات الزايدة دخلتني بمتاهات قد أصل إلى بعض الأفكار الغير منضبطة أو الإلحادية، أو ما قد تكون مثلا كبيرة عليها الإلحادية، البعيدة عن شرعنا بحجة أنه بدي أشوف الأفكار الجديدة وماذا، يعني قد أقنع نفسي أنه من باب الرد عليها ولكن أجد نفسي منجرة إلها. فإذا عملية التشخيص المستمر، التقييم المستمر، هاي من أشياء الإرشادات اللي بتساعد على ضبط النفس. من الأمور الأخرى البحث عن المساندة عند الضرورة، وهي جدا ضرورية وحكينا عنها، إنه دائما لازم تحيطي نفسك بمجموعة ولو واحدة أو التنتين يكونوا لك ظهر وعون وسنة. نجي لموضوع أساليب وبرامج إدارة الضغوط النفسي. نتكلم الآن عن عنوان آخر، هو أساليب وبرامج إدارة الضغوط النفسية. هلا الضغوط النفسية إلى عدة أساليب حتى نقدر نتماشى أو نتخلص منها. رقم واحد، أول شيء طبعاً، ونحن كوننا مسلمين والحمد لله رب العالمين، علاقتنا نحاول قدر الإمكان تحسين علاقتنا بالله عز وجل، ومصدرنا بهذا الموضوع هو العلاقة الدينية مع الله عز وجل. فالأساليب الدينية والروحية اللي نعتمد عليها ليس فقط للعلاج، وإنما
على فكرة في دراسات أظهرت أن كل ما ارتفع مستوى التدين انخفض مستوى الاضطرابات النفسية عند الأشخاص. أو تدين، ما معنى تدين كمسلم، لا تدين حسب المجتمع اللي هن فيه، يعني أيا كان دينه، يعني كل ما زاد التدين والإيمان بخالق أو إيمان بقوة زادت، عفوا قلت الأعراض الاضطرابات النفسية. طبعا نحن يعني الاضطرابات النفسية مثل القلق، الاكتئاب، الوسواس، حتى الشكاوي الجسمية اللي سببها نفسي. ف نحن بنقول قلت وليس انعدمت، يعني كمان هون ملاحظة كثير مهمة، مو معناها انه نحن كمسلمين لا، المسلمين مثل بقية، لا، كله عنده اضطرابات نفسية، وما الاضطرابات ما يعني الإيمان لا ينفيها، لكن يقل العدد، يقل المتدين أعراضه النفسية، الاضطرابات النفسية عنده أقل من غير المتدين. هي كلام عام، لكن إذا جينا للمسلمين بشكل خاص نجد أنه نسبة الانتحار عند المسلمين أقل من غيره. ليش؟ لأنه التدين بيعطيك قوة على مواجهة الضغوط النفسية. هاي إذا بدنا نجي للمسلمين، وفي دراسات كثيرة يعني عدة بكل دولة مسلمة ممكن نطلع عليها، بس عن مشان الوقت، لكن كثير في مقارنة بين يعني لدرجة في دول فيها صفر نسبة الانتحار يعني بين النساء، فبالسعودية أو يعني المعلن عنها، يعني وإن يعني هل الشفافية أو لا أدري، لكن المعلن عنها صفر. فالإسلام والتدين يلعب دور كبير بعملية الانتحار، بعملية الاكتئاب نفسه بيقلل، وقت أنا عندي قناعة وإذا مرضت فهو يشفين. ودعوة النبي عليه الصلاة والسلام الأخذ بالأسباب والعلاج، وهذا فهذا كله الآية القرآنية، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، اعتقادي بأن الله سيجعل بعد العسر يسرا، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. فإذا القناعات الإيمانيات العالية اللي عند المسلم هي كلها شو بتعمل؟ بتخفف الضغوط، بتذهب الهم، مثل ما تخفف الهم، لأنه أنا بكتير يعني حساسة لهذا الموضوع، لأنه في بعض يقولوا يعني المتدين لا يمرض نفسيا، لا المتدين يمرض نفسيا، لكن نسبة أقل من غير المتدين، نسبته أقل. لكن هل في هم وحزن وأرق؟ طبعا قد يجي، لكن كلما زاد تدينه قلت النسبة، لأنه نحن بنعرف الاضطرابات النفسية سببها جزء كبير سببها عضوي، اللي هو عم نحكي عنه اللي من أسبابه الضغوط النفسية. من الأمور الأخرى اللي بتثبت الإنسان، اللي هو قناعة الإنسان أنه نحن حياتنا هي حياتين، حياة دنيا وحياة آخرة. فلما عندي قناعة راسخة تامة بأنه إن ظلمت في هذه الدنيا فسأخذ حقي في الآخرة، هذا كله بيعطي نوع من السكينة والهدوء والإيمان بأنه يعني الإنسان سيقف بين يدي الله عز وجل، ويعني يعني سيطمئن إلى ذلك. طب نجي لموضوع آخر اللي هو نأتي بالآيات. طبعا قبل، خلينا قبل ما نترك هذا المحور نحكي بالآيات اللي بتثبت وبتعزز العقيدة وتنميها وترتقي بها. الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله،
الأساليب الدينية، اللي هي أول كل الإيمان بشكل عام، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا. الآية إن كل شيء خلقناه بقدر، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. الآيات كثيرة تعزز المعنى الإيماني، وتستخدم على كل على فكرة بالعلاج النفسي وبرامج الإرشاد النفسي، لأنه وعلى فكرة برامج الإرشاد النفسي صراحة أصبحت الآن ضرورة، وخاصة إذا اعتمدت على مبدأ الإيمان. يعني وقت الواحد عند بيكون عنده قناعة إنه لن يظلم، إن ظلم الآن فلن يظلم لاحقا، تبيين هذه القناعة، يعني عقلياً إيه ما راح أظلم، لكن أنا ما عندي داخلياً أشعر، ما زلت أشعر في ظنون وشكوك، فأنا وقت وصل لها عن طريق الإيمان إنه في لا عز وجل سينتقم ممن ظلمني، أو سيعيد أو سأعوض من بجبال من الحسنات عما فاتني، فهذه كلها تعيد أو تعالج بعض الاضطرابات النفسية. من الأمور الأخرى التي العبادة، من الأمور الأخرى الأساليب الدينية والروحية التي تثبت الإنسان، العبادة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، فإذا العبادة جزء من التعزيز. المسؤولية بالاختيار وقول الحق من ربكم، فالإنسان وقت اللي أنا مخير ولست مسير بأي عمل، وهديناه النجدين، يعني أنا عندي الخيار إما هذا الطريق وأما هذا الطريق، فإذا المسؤولية هي بالاختيار وليس أمر فرض عليك فرضا، إنما أنت من اخترته، فباستطاعتك الانتقال بلحظة إلى الجادة السوية هذا يعالج. طلب العلم من الأمور الأساليب، اقرأ باسم ربك الذي خلق، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فطلب العلم نفسه يساعد بهذا الموضوع. الاتصاف بالأخلاق النبيلة ومكارم الأخلاق، مكارم الأخلاق طبعا القرآن الكريم مليء حافل بالآيات التي تحض على مكارم الأخلاق وتثمينها، وكم هي مهمة بمواجهة الضغوط النفسية، مثل مثلا الصدق والأمانة، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، التسامح والعفو، وهذا بالاضطراب النفسي كثير له أثر طيب. الآيات الكريمة والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس، أصلا من شو بيجي حالة الاكتئاب غير من عدم كظم الغيظ والعفو عن الناس. حالة الاكتئاب أنا الاكتئاب سببه أنه أمر فاتني كان ممكن أعمل فيه شيء، هذا الاكتئاب جاي، أمر أنا كان ممكن، أنا تعرض لظلم شديد ولكن لا أستطيع أن أنتصر لنفسي، فأكتئب على أمر أشعر نفسي كضحية ولا أستطيع مقاومته. فلما تجي الآيات بتثبتني والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، إنه لو راح لو فاتك الوقت في التصليح، لكن أنت مثاب عليه والقرآن هذه الآيات، ألا تحبون أن يغفر الله لكم، شو الآية الكريمة، الآية سبحان الله راحت عن بالي اللي بتعالج الاكتئاب. المهم يعني العلماء النفس المعاصرون الآن أو حتى يعني بيقدموا الخدمات الإرشادية لأهل الاضطراب النفسي بيلاقوا أو بيكتشفوا كم عند المضطربين النفسيين تحريفات أو مبالغات أو سوء ظن حقيقة، فهي ما بيكشفها أو ما بيحلها إلا شو طريقة منظمة تفنيد هي الأفكار ومعرفة إنه أو قلبها لأفكار أكثر تفاؤل أكثر ثقة. ليش؟ لأنه في إله عادل وعد
وعد عباده وعدا صريحا واضحا بأنه سيكون لهم الجنة بحسن تسامحهم، عفو عن الآخرين، العفو عند المقدرة وغيرهم. فإذا تفعيل هذا الأمر بالاستناد إلى النص القرآني الإيماني الروحي لدى الشخص له تأثير السحر على النفس. من الأمور الأخرى الأخلاق اللي يعمل الإنسان عليها لمقاومة الضغوط الصبر والتحمل، بمعنى وطبعا بتاريخنا الإسلامي كم عانى النبي النبي الأنبياء يعني كلهم، النبي عليه الصلاة والسلام كم كان صابر على المكاره في مكة في المدينة، في يعني وقت اللي بيكون شعار الإنسان الصبر مفتاح الفرج، وأنه الأمر بحاجة إلى كثير من الصبر والصابرين في البأساء والضراء. كم مرة الله عز وجل عاد تكررت كلمة الصبر، واصبروا إن الله مع الصابرين، فصبر جميل والله المستعان، يا الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، يعني أظن عشرات المرات، لأن جزء سبحان الله جزء أساسي من أخلاق المسلم التي تجعل له حصنا من الضغوط النفسية. لذلك المرضى المصابين بأمراض مزمنة كمثل مرضى السرطان، السكري، الكبد، مثلا حتى المدمنين المخدرات الدخنين، شو اللي بده يخليهم شو اللي بده يثبتهم على إنه ما يعني يفقدوا إيمان بالله عز وجل إلا تفعيل خلق الصبر. الأمهات والآباء يعني اللي عندهم أطفال عندهم أمراض مزمنة مثل لطيف الشلل، التأخر العقلي، التوحد، بعض الاضطرابات السلوكية، لولا تصبير آيات الصبر اللي وردت في القرآن الكريم اللي وعدت بجزاء عظيم، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فهي من الأمور الأساسية اللي المعالجين النفسيين على فكرة بيشتغلوا عليها، إنه هي اللي بتثبت قلوب المبتلين والممتحنين. من الأمور الأخرى تقرب إلى الله عز وجل، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. الدعاء تقرب إلى الله بالدعاء، تضرع، كثرة الاستغفار، كثرة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، التقوى، التعرف على الله في الرخاء حتى يعرفنا في الشدة، هاي من الأمور. من التوكل على الله عز وجل، الذين قال لهم الناس وإن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، سبحان الله، فزادهم إيمانا. فعملية يعني التوكل بمعنى الأخذ بالأسباب، طبعا اللي هي ضد التواكل. ف يعني إذا حللنا الأفكار الدقيقة وأسلوب الأفراد اللي بيعانوا من ضغوط شديدة أو متوترة أو متوسطة، ضغوط يعني مارقين بحالات توتر، نكتشف إنه عندهم نقص بعض العناصر الإيمانية، مثل تقرب إلى الله بالأعمال الصالحة. غالبا هلأ العبادة جزء كويس، لكن في أعمال صالحة واسعة مثل الصدقة، مثل الصيام، مثل غيره، عندهم نقص حقيقة بحسن الظن بالله، حسن الظن إنه أنا يعني ما أخذ حقي كافي من العدل الإلهي. هذا واضح جدا بكلامهم. يعني فسبحان الله العمل معهم على تثبيت هاي الأمور، إنه عندك هذا تفعيلها، إنه زيادة الإيمان، زيادة العبادة بشتى أنواعها، اشعر أنك أنت بناء على قناعاتك عم تعمل هذا الموضوع، توسع بطلب العلم حتى عالم عند الله خير من ألف عابد، تعرف العمل نفسه،
أصدقه وأخلصه وتفعيل الأخلاق النبيلة. نيجي لأمر آخر، سبحان الله هو الموضوع كتير على مبدأ ذو شجون، يعني الواحد سبحان الله بيحس إنه عم يغمط حقه ما عم يأخذ الوقت كافي، لكن يعني هذا ما يسمح به الوقت، يعني أنا عم برقد بجيد، لكن هو مشان نوصل إن شاء الله لأكبر فائدة. طيب عندنا من الأمور الأخرى التخلص من الأساليب والاستراتيجيات الغير فعالة، بمعنى في عندي عوائق عم توقف بوجهي حتى ما أوصل لنجاح معين بمحاربة الضغوط، اللي هي الحيل الدفاعية رقم واحد، مثل الانسحاب، المسمية الإنكار أو الإسقاط، يعني بمعنى أنه خوف المواجهة، ما بدي هذا، بلاقي لي شغلة اتهرب منها. منها التواكل اللي حكينا عنها اللي عكس التوكل، منها الوسوسة الزائدة بأعمال اللي هي الأشياء الروتينية اليومية، هي بتوقف عائق بوجه مواجهة الضغوط. منها الإنهاك بالعمل والإجهاد وعدم تنظيم الوقت وخلط الجد بالهزل. منها صراحة التنقل، تغيير دائم للعمل، ما بيثبت على عمل، إن الله يحب إذا عمل عملك إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، ما في إتقان عملي تحرك. الأفكار اللامنطقية اللي دائما بيتمسكوا فيها، بمعنى مثلا الإصرار على الكمال والمثالية، يعني الأم اللي بدها أولادها ناجحين بكل شيء، أو هي دائما إنه هي شاطرة بالتعليم والطبخ والكوي والتنظيف والسعي نحو المثالية، هي فكرة لا منطقية، ويعني كل إنسان له نقاط قوة ونقاط ضعف، تمسكي بهذا عائق من إنه كوني عندي إدارة لحياتي وبالتالي أنا فريسة سهلة للضغوط النفسية. منه الوقوع أسير صدمات الماضي، وبالتالي القلق من المستقبل، أنا بناء على أنه كان لي تجارب سيئة فأنا دائماً عندي حالة قلق، عم بحسب حسابات لقدام، فهي الحسابات الشديدة تبني جدران بيني وبين التقدم. من الأمور الأخرى الاستمتاع بدور الضحية، لعب دور الضحية، إنه دائماً الدنيا معي بتجي بالعكس، أو في ناس تعدي معاها بيجيك الاكتئاب فقط من الحديثة، اللي هو إنه كم هو إنسان رائع لكن الدنيا دائماً لابس له الوجه بالمقلوب. ف يعني هي الشخصية تشعر بالسعادة وهي لا تتوانى، لا تتوقف عن الشكوى والتذمر بأنه لا الناس عم تقدر عملها ولا الزوج عم يقدرها ولا الأولاد عم يقوموا بواجباتهم ولا ولا ولا، فكمان هي بتوقف أحد مسببات أو أحد الاستراتيجيات التي تهدم عملية الوقوف بالضغوط النفسية. من الأمور الأخرى المبالغة بالقلق والشعور بالذنب بشكل دائم، التمسك بنظرية المؤامرة وأنه أنا مسلوبة الإرادة وإنما نحن مثل البابتس الدمى المتحركة، في مين عم يوجهنا، في مين عم يرسمنا خط سيرنا. فإذا كل هاي الأمور تعتبر أساليب غير اللي ذكرناها لازم نتخلص منها، لأنها بتوقف بوجهنا بمواجهة الضغوط. طب كيف ننمي الأساليب الإيجابية؟ علينا تنمية الأساليب الإيجابية لأنه قرب الوقت. أول شيء نشتغل عليه هو العمل على إدارة الضغوط والمهارات الاجتماعية، بأول شيء بتوكيد الذات، عملية توكيد الذات حكينا عنها ما في حاجة نعيدها. رقم اثنين تعديل أو ضبط الوجهة للإنسان، إنه ما يحط
الفشل اللي هذا اللي وقع فيه أو الظروف لعوامل خارجية مثل الحظي هيك صدفة، أنا ما أمر خارج عن إرادتي، الآخرين عم يكيدوا لي، عين، حسد، عداوة داخلية. فدائما هي ضبط بنسميها ضبط الوجه، أنت المسؤول عنه ولست وليس ما أنت إلا يعني نتيجة للآخرين. منا تعديل النمط السلوكي، بمعنى أنه عندك خطأ لازم تشتغلي عليه، عندك مثلا عادات سيئة مثلا دائما تسعي للمنافسة مع مثلا حاطة صديقتك وانه هي عم تعمل انا ماشي معها خطوة خطوة، طب انت ليش حاط ليش جاعلة لنفسك، ليش خالقة لنفسك منافسة انهكتك بهي المنافسة بحجة أنه أنا عم استمد من القوة لحتى أتطور؟ لا، فتعديل النمط السلوكي، إذا كنت من الناس اللي بتحبي هذا النوع، لا، أعرفي قدراتك وتصرفي بناء عليها. مثلا نمط سلوكي إن أنت سريعة الغضب، بدك تشتغلي على هذا الموضوع، عندك مثلا رغبة جامحة بامتلاك الأشياء، تغلبي على هذا الموضوع. فعملية تعديل النمط السلوكي جدا مهمة. من الأمور الأخرى كذلك معرفة أهمية الوقت، الوقت كالسيف، تنظيمه بين الجد والهزل، يعني بين العمل والراحة والعبادة والاتصال مع الآخرين، تعلم استراتيجية ترتيب الأولويات، مين الأهم ومين المهم ومين الأقل أهمية، عدم العمل بأكثر من شيء بوقت واحد، يعني هاي بنسميها البطيخات اللي بتشيل سيارة بطيخ وبتمشي آخر شيء بيوقعوا كلهم دفعة واحدة. أمر الآخر المساندة الاجتماعية، شوفوا كم مرة ركزنا على المساندة الاجتماعية، طلب المساندة الاجتماعية من الآخرين والدعم من الآخرين، أقارب، أصدقاء، زملاء عمل، أي إن كان، من فرج عن مؤمن كربة، يعني التقديم، حتى أنت تقديم المساندة الاجتماعية، من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخي. نجي للموضوع آخر موضوع اللي هو الحصول على الخدمات المتخصصة في إدارة الضغوط. الحصول على الخدمات المتخصصة بمعنى أنه اللجوء إلى المتخصصين في حال أصبحت الضغوط معيقة لتقدمك، أو أصبحت بحاجة لأنه يعني عملية كبتها أو الاكتفاء فقط بالعمل الذاتي قد يعيق. التعرض لبرامج إدارة الضغوط، استفاد من الخبرات، مثلا نموذج أو نظرة سريعة اللي بيقدمه، مثلا تدريب على الاسترخاء اللي هو بنعمل عملية تبادل، تفاعل متبادل بين الجسم والنفس. فهاي عملية الاسترخاء، كيف التحكم بالتصورات الذهنية وإرسال إشارات إلى الجسم للاسترخاء طبعا عن طريق التنفس وغيرها وسواها، هي كتير إلها دور، لأنه لما تكون العضلة متوترة بتأثر على كل، يعني تسبب على يعني ضغط على كل الجسم، وهذا بنسميه العلاج المعرفي السلوكي أو السي بي تي. وطبعا ما في افضل من بهذا الموضوع هلا تكلمنا عنه، من الصلاه اللي سبحان الله هي يتناسب فيها التنفس مع الحركه العضليه مع الفكريه. النبي عليه الصلاه والسلام شو كان يقول له؟ ارحنا بها يا بلال، يعني هي نوع من العلاج كصلاه، خاصه اذا يعني استوفت اركان الصلاه من خشوع وخضوع. واستعينوا بالصبر والصلاه. طيب نجي للتعرض التدريجي، هي أحد الاستراتيجيات اللي ممكن يتعلمها الإنسان، إنه كيف
ما يكون يستخدم طريقة اللي نسموها الفيضان عادة أو التعريض الحاد، مثلا أنا بخاف من هذا الشيء فبدفع حالي دفع عليه، هذا قد يكون له أسبابه السيئة. فكيف اتعلم ادخل تدريجيا؟ يعني حتى بشرعنا تعلمنا هذا، يعني الله عز وجل وقت الحرم الخمر، وقت اللي درب، وقت الصلاة، وقت تدريب الأطفال على الصلاة، مروهم لسبع واضربوهم لعشر، يعني العبادة نفسها دخلت تدريجيا. فما بالك اللي نحن إذا خاصة إذا عندنا نوع من التغيير حتى يعني المهارة، وهذا عادة كمعالجين ممكن نستخدمه. أول كنا نبدأ بالتخيل، مثلا عند خوف من القطط، فما لازم تقولي لبسي قطة، تخيلي قطة، تخيلي ما ماشية بالشارع ماشية جنبك، شو رد الفعل؟ نبدأ أول كل بالخيال، وبعدين شوي شوي بالصور، بعدين بلمس فرو يشبه فرو القطة، بعدين باللعب بالدمى، بيكون أصلاً تدريجي لحتى تتخلص أو توصل لمرحلة الاسترخاء أو الحديث الإيجابي للنفس، وبالتالي تخلص من المشكلة اللي هي فيها. من الأمور الأخرى اللي نحن أنا لا تأخذوني عم أخرتكم، بس إن شاء الله خلصنا. بعد التعرض التدريجي، المهارات الاجتماعية، تنمية المهارات الاجتماعية، بمعنى إيجاد قدوة لك. الإنسان وقت بيشوف قدامه قدوة ويتبعه بتسهل عليه أمور، لأنه بتكشف له الطريق، هي بتكون مثل الإنارة. وطبعا شو أفضل من النبي عليه الصلاة والسلام؟ هو القدوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فإذا وقت أنا بمشي على خطى إنسان سبقني وأثبت نجاحاته، فهذا الأمر كتير بيساعدني. مثلا القدوة مثلا بتخلص من مشاعر سلبية، من غضب، من ضيق، شوف غيري كيف هذا، فهو قدوتي بهذا الموضوع كان وصار. فإذا هو أبحث عن القدوات وأقوم بمتابعتهم. من الأمور الأخرى إتقان أو التدريب على إتقان مهارة حل المشكلة، ندرب عليها قدر الإمكان، لأنه مهارة حل المشكلات بحاجة شديدة لها، لأنه هي مهارة، يعني أي لحظة أي يوم هو خالي من مشكلات. فإذا أنا أتقنت سهلت كثير علي من أمور الحياة. من الأمور الأخرى مهارة التدريب على التحصين ضد الضغوط، بمعنى الوقاية خير من العلاج، لعادة الناس بتتداولها، بحيث أنه حاول قدر الإمكان أعرف كيف أعمل حواجز بيني وبين الضغوط، وبحيث إنه ما أتعرض لها أو يكون أثرها الآية الكريمة الاستغفار مثلا، الوقت بيعطيني نوع من الحصانة من الهدوء. قلت استغفروا ربكم، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل عليكم. فيعني كثرة الاستغفار، أي أنا شو عم بعمل؟ أنا الأذكار، الصلاة على النبي، هي كلها بتعطيني نوع من الحصانة والاسترخاء في حال جاني أمر أو ضغط، فهذا رح إن شاء الله يكون لي درع منه. طيب نحن حنوقف هون إن شاء الله، خلصنا إدارة الضغوط وكيفية مكوناتها وكيفية التعامل معها أو ضبطها. بتحبوا إذا نستقبل أسئلة في وقت للأسئلة؟ على كل ما بعرف يمكن صار ساعتين، مو سهلة لنستقبل أسئلة، لكن اللي رح نقول إن شاء الله رح تحدد جلسة لاحقا إن شاء الله، بنبعث لكم على موعدها على الجروب.
رح يتم فيها فتح باب النقاش، أو هو اللي رح يصير إنه أنتم عندكم واجبات التقييم بناء على 40 درجة على الواجبات، 4 واجبات إن شاء الله. هلا بننزل واجب الحلقة أو الدرس الرابع. بعدين عندكم ورقة عمل، ورقة عمل هي ما بين 500 إلى 700 صفحة، يعني لا تقل عن 500 كلمة ولا تزيد عن 700 كلمة. رح نكتب لكم إن شاء الله شو المطلوب بورقة العمل، ونحدد لكم الوقت اللي آخر موعد لتسليم ورقة العمل إن شاء الله برسالة منحلكم عليها 60 درجة. وبعدها رح يحدد لقاء لمدة ساعتين يكون فيه تتكلمين، تعرضين بإيجاز عن تتحدثين عن ورقة العمل، عن الموضوع الذي قمت بالكتابة به، مع فتح باب المناقشة وتبادل الآراء حول بعض الموضوعات، موضوعاتكم، الإجابات عن الأسئلة. يعني سبحان الله، يعني كل رسالة كنت حابة أوقف ونتناقش فيها ونعطيها حقها من الاهتمام، لكن أنتم تعرفوا طريقة الجلسات عبر الزوم. فهذا بالنسبة للجلسة اللاحقة بإذن الله تعالى. وسبحانك اللهم وبحمدك، نستغفرك ونتوب إليك. يعطيك العافية دكتورة دعوة، وشكرا جزيلا لك في هذا اللقاء المتميز. على أمل لقاء بك إن شاء الله في الجلسة الحوارية القادمة بإذن الله. جزاك الله خيرا، شكرا لك على مجهودك الرائع في هذه المادة، بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. على أمل أن نلقاك إن شاء الله في برامج قادمة يوجد فيها كثير من التفاعل، كثير من الاستفادة، بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. شكرا جزيلا لك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.